الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء دنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد إمام النبيين وسيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن ما زلنا مع كتاب ملحة الإعراب للإمام الحريري رحمه الله تعالى، حديثنا عن المفعول معه. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام الحريري رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين في باب المفعول معه. قال وإن أقمت الواو في الكلام مقام مع فانصب بلا ملام. تقول جاء البرد والجبابة واستوت المياه والأخشاب وما صنعت يا فتى وسعدا فقس على هذا تصادف رشدا. قال الإمام الفاكهي المفعول معه هو الاسم الفضلة الواقع بعد واو أريد بها الدلالة على المصاحبة من غير تشريك في الحكم. هذا أمر مهم، فكأنه يبين تعريف المفعول معه، فبين أنه اسم فضلة، اسم فضلة واقع بعد واو ليست للتشريك، وإنما هي واو تفيد المصاحبة والمعية. المعية تقول ذاكرت والمصباح، فالمصباح هنا مفعول معه لأنه وقع بعد الواو التي ليست للتشريك، ولا يعقل أبدا أن المصباح قد ذاكر معك، فذاكرت والمصباح، فالمصباح هنا نصب على أنه مفعول معه. وتقول سرت والنيل، فالنيل هنا مفعول معه لأنه لا يعقل أبدا أن يمشي النيل معك. نعم. وشرطه أن يكون مسبوقا بفعل ظاهر أو مقدر أو اسم فيه معنى الفعل. هذا أمر مهم، يعني ما شرط المفعول معه؟ شرطه أن يسبق بفعل ظاهر أو مقدر أو مقدر أو باسم فيه معنى الفعل وحروفه كاسم الفاعل مثلا. تقول سرت والنيل سبق بفعل، وتقول أنا سائر والنيل، فالنيل هنا نصب على أنه مفعول معه، والناصب له هو اسم الفاعل أنا سائر والنيل. ثم بعد ذلك أتى بالأمثلة فقال فمثال الفعل الظاهر نحو جاء البرد والجبابة أي مع جباب النخل أي تلقيحه أي تلقيحه من الجب وهو القطع. عظيم. ومثله استوت الماء المياه والأخشاب. استوت المياه والأخشاب أي مع الأخشاب فالأخشاب نصب على أنه مفعول معه والناصب له الفعل وهو استوت. نعم. فجاء بالتعليل فقال لأن الأخشاب لم تكن معوجة لما قال استوت المياه والأخشاب أي مع الأخشاب لأنها لم تكن معوجة. نعم.
حتى تستوي، بل المقصود أن المياه بلغت في ارتفاعها فاستوت معها أي ارتفعت. وكذا ما صنعت يا فتى وسعدى. نعم مثله. ما صنعت يا ما صنعت يا فتى وسعدى. ما صنعت يا فتى وسعدى. نعم. فقال بعدها أي مع سعدى، لأن المراد السؤال عن صنعه مع سعدى لا عن صنع كل منهما. الله، فكأن سعدة نصبت على المفعول معه. نعم نعم. أتى بالمثال بالفعل المقدر فقال ومثال الفعل المقدر كيف أنت وقصعة من ثريدي. نعم. وما أنت وزيدا. نعم. أي كيف تكون وقصعة من ثريدي وما تكون وزيدا، يعني كيف أنت وقصعة من ثريد. نعم. فقصعة هنا نصبت على المفعول معه بفعل مقدر. نعم. والتقدير كيف كيف تكون وقصعة من ثريد. كيف تكون وقصعة من ثريد. نعم. كيف أنت وقصعة من ثريد. يعني المقصود التقدير كيف تكون. فهنا حذف الفعل الناصب للمفعول معه. نعم. بعدما أتى بالفعل الظاهر والفعل المقدر أتى أيضا بالاسم الذي يعمل عمل الفعل. نعم. فقال ومثال الاسم المذكور أنا نحو أنا سائر والنيل وأعجبني الماء وأعجبني استواء الماء والخشبات. يعني حينما تقول أنا سائر والنيل أو أعجبني استواء الماء والخشبات، فالواقع الناصب للنيل هو اسم الفاعل. نعم. وهو سائر. نعم. قال وإنما عدد المثال ليفيد أن ما بعد الواو قد يكون صالحا للعطف كالمثال الأول والثالث وقد لا يكون كالثاني. نعم. وإنما لم يصلح لما مر ومثله. لا يعني أريد أن أبين شيئا مهما. قد تكون الواو تصلح للعطف وقد تكون الواو تكون بمعنى مع. حينما أقول جاء الأمير والجيش هنا الواو عاطفة. نعم. ويصح جاء الأمير والجيش. نعم. على أن الجيش نصب على أنه مفعول معه. وقد تتعين الواو للمعية فقط ولا تصلح للعطف. ذكرت والمصباح، لأن المصباح لا يعقل أبدا أن يذاكر معك. فإذا المصباح مفعول معه. وتقول سرت والنيل، فيتعين هنا أن النيل قد نصب على أنه مفعول معه، لأنه لا يصلح أبدا أن يمشي النيل معك. نعم. قال وإنما لم يصح العطف أو لم يصح الـ 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 أيوة المثال السابق. نعم. إنما لم يصلح لما مر ومثله. نعم. لا تنهى عن القبيح وإتيانه. نعم. وإنما لم يصح العطف لاقتضائه خلاف المعنى. نعم. المراد. نعم. بل فيه الأمر بتقرير القبيح وإتيانه. نعم. وقد تبين لك مما قلناه أنه ليس من المفعول معه قوله أبي الأسود الدؤلي. لا اقرأ هذه العبارة مرة أخرى السابقة قبلها بقليل. قال وقد يكون صالحا للعطف كالمثال الأول. نعم. كما قلت حضرتك. أيوة. والثالث وقد لا يكون كالثاني. نعم. يعني قد يكون صالحا للعطف. نعم. وقد. نعم. يكون أو المعية. نعم. وإنما لم يصلح. نعم. لما مر ومثله لا تنهى عن القبيح. أيوة. وإتيانه. نعم. وإتيانه. أيوة. وإنما لم يصح العطف لاقتضائه خلاف المعنى. الله. يعني لا يصح أن تعطف أن تقول لا تنهى عن القبيح، تنهى أنت وإتيانه. لا. نعم. لا يصح. نعم. نعم. يعني وإنما يعني. هنا النصب أولى. نعم. وإتيانه. نعم. بل فيه الأمر بتقرير القبيح وإتيانه. نعم. أيوة. وقد تبين لك مما قلناه أنه ليس من المفعول معه قول أبي الأسود الدؤلي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. لما الواو هنا تفيد المعية. نعم يا مولانا. لكن تأتي فعل مضارع فخرج عن كونه اسما. نعم. وشرط
المفعول معه أن يكون بعدها بعد أن أن يكون اسما. نعم. ونحو جاء زيد والشمس. جاء زيد والشمس طالعة. جملة والشمس طالعة مبتدا وخبر وهي جملة حالية. لا 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 تصلح بواو. لا تصلح أن تكون مفعولا معه. قال لا يصلح لانتفاء الاسم. نعم في الأول. أول فعل والثاني جملة اسمية. جملة اسمية مكونة من مبتدا وخبر وهي جملة حالية والواو هنا واو الحال والشمس طالعة. قال ولا يصلح أيضا مزجت عسلا وماء. نعم. إذ لو إذ الواو فيه للعطف والمعية استفيدت من العامل. الواو مزجت عسلا وماء. نعم. فلا يصح أن تكون الواو هنا هنا الواو للعطف. نعم. ولا يصح أن تكون المعية استفيدت من السياق فقط. نعم. نعم. قال وليس من المفعول أيضا أو ليس من المفعول معه أيضا علفتها تبنا وماء باردا. نعم. علفتها تفضل تبنا وماء باردا. نعم. لانتفاء المعية إذ الماء لا يصاحب التبنة. لأن الماء لا يصاحب التبنة. نعم. ويكون التقدير علفتها علفتها تبنا تبنا وسقيتها ماء. نعم. باردا. وقول القائل إذا ما الغانيات برزن يوما. نعم. وزججنا الحواجب والعيون. التقدير زججنا الحواجب. نعم. وكحلنا العيون. نعم. فهنا كحلنا العيون نصبت بفعل محذوف. زججنا الحواجب والعيون التقدير وكحلنا العيون فالفعل المحذوف هو كحلنا. وبهذا انتهى المصنف والشارح من وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع. الله الله على الأزهر. الله 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 أكبر. أم الدنيا كمن واكتر. لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين. يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين. يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء. أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين. إن شاء الله إن شاء الله.